قوله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، هنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رؤوف ورحيم. ورؤوف الرحيم هذان اسمان من أسماء الله عز وجل. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لو قال قائل هو جل وعلا سمى النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، وهو جل وعلا رؤوف رحيم، وإذا قال في آية أخرى في سورة الأحزاب هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيم. قاعدة في معتقد أهل السنة والجماعة، اتفاق الأسماء لا يلزم منه اتفاق المسميات. فلا يعني من كون النبي عليه الصلاة والسلام رؤوفا رحيما أن يكون اسماه هذا كاسم الله عز وجل الرؤوف الرحيم، بأنه عز وجل سمى الإنسان سميعا بصيرا وسمى نفسه جل وعلا سميعا بصيرا، ومع ذلك قال في أول سورة الإنسان فجعلناه سميعا بصيرا، وقال عن نفسه عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا ثابت من حيث الشرع ومن حيث الحس ومن حيث العقل ومن حيث اللغة. أما من حيث الشرع فكما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما من ناحية الحس وهذا كمثال الفيل له قوة والبعوضة لها قوة، اتفاقهما هنا في القوة يلزم من اتفاقهما في المسمى أو في الموصوف؟ لا، فقوة الفيل شسا ليست كقوة البعوضة مع أنهما يتفقان في وصف القوة. أما من حيث العقل فإن الإنسان المدرك الواعي الذي أحضر عقله وذهنه لا يمكن أن يسوقه عقله إلى أن يقول إن رحمة الخالق كرحمة المخلوق، أو أن قوة الخالق كقوة المخلوق، أو أن علم الخالق كعلم المخلوق. أما من حيث اللغة فإن من بين الكلمات اللغوية الليونة، فيقال ليونة الإسفنج كليونة العصا، هما اتفقا في الليونة لكن ليونتهما سواء يفترقان. فإذا كان هذا الأمر يفترق فيه المخلوق عن المخلوق فالافتراق بين الخالق والمخلوق من باب أولى، وهذا هو القياس الأولوي الذي يقوله العلماء، قياس أولوي يستعمل في حق الله عز وجل، القياس الأولوي كما قال تعالى ولله المثل الأعلى.